شنو هو المشروع اللي ممكن ما يتطلبش منا امكانيات ماديه؟ من هنا جت الفكره نتاع سوق السيارات اللي هو باش يوفر موارد منذ الاسبوع الاول ويكلف البلديه زيرو مليم. احنا عندنا قطعه الارض اللي ينتصب عليها السوق الاسبوعيه يوم الثلاثاء اللي نحن فيها توه القطعه هذه، خذينا احنا القرار اللي يكون هناك سوق للسيارات وانا استغل نفس قطعه الارض. سوق واعد ما كناش نفاجئ الجميع، هو بصراحه ما كناش ننتظروا باش يوقع معناها النجاح هذا نتاع السوق. حبت البلديه انها تخليها تحت ايدها باش هي تتحكم فيه وهي تعرف كيفاش تتصرف فيه وتعرف كيفاش تسيروا. سانكيام اكسيلاري زا موقع جغرافي سمح، يعني في الوسط جوه من كامل الولايات، حتى مادية من سوسة، من قصرين، من قفصة، كيف ومرتاح تشتري كيما تحب، وقت تحب تخرج تخرج، ما ثمش قلق ما ثمش مشاكل.